بلشت حضر من أشهر. نحن من أول ما بلشنا شغل وفتحنا هذا المشروع بلشنا صراحة يعني من أول شيء ناويين نعمل تبع الكريسماس يعني. عاملي دبس فليفلي بطريقة الغلي مش شمس، جايبين زيت زيتون أصلي، عاملي دبس رمان كمان أنا بعمله عايدي كله يعني أنا بعمله، عاملي كعك أصابع التمر بدقيق القمح الكامل والشوفان، وعاملي كعك اسمه كعك الزوبعة بالزعتر الخليلي وفي عدة إضافات وكعك مالح. هاي المادة أنا بشتغل فيها اسمها الريزن، يعني هي الإيبوكسي معروف بس هلأ طوروه صار ريزن بنشغل الأعمال الفنية. هلا هو بياخذ وقت بالشغل والتصلب، مثلا مثل هيك اشياء اخذت تقريبا شهر ونص شغل، الطاولات وهيك شغلات كلها هاند ميد، كله بينشغل بالايد، فينا نلونه مثل ما بدنا. هلا صار يستعمل كمان للارضيات للمطابخ، الكاونترات تبعون المطابخ، يعني لكثير اشياء. هلا طالع يعني بديل هو الرخام، بديل السيراميك للارض، يعني بينشغل. شو بتعني لك مشاركتك بهذا البازار خاصه انه بتكيع؟ كثير انا كنت مستمتعه انه يعني متحمسه اني اشترك فيه، لانه انا صار لي زمان برا ورجعت هلا من جديد، صار لي شهرين ونص راجعه، فكثير كثير مبسوطه بالمشاركه، لانه اول شيء المكان كثير حلو، يعني فكره جديده. هلا اعياد ان شاء الله بدنا ندخل على سنه جديده، يا رب تكون خير علينا وعلى كل الناس. كل عام وانتم بخير.